عودة لكم مشاهدينا. عبد الرحيم العوجي هو كاتب وممثل وحكواتي، شارك في العديد من الأفلام القصيرة والأعمال المسرحية المحلية والأجنبية. اختير من قبل المسرح البريطاني الملكي في عام 2009 للمشاركة بلقاء الكتاب المسرحيين الناشئة في لندن، ونتج عن هذا اللقاء مسرحيتين وهم أرق الجميلة النائمة وبيروت المدينة المهجورة. وتم إنتاج المسرحية مسرحية أرق الجميلة النائمة في عام 2012 من قبل المسرح الإسكتلندي الوطني، ثم من قبل المسرح الوطني الفلسطيني في القدس. صباح الخير أستاذ عبد الرحيم، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بحلقتنا. يعني إذا بدي أحكي عن الإنجازات اللي قمت فيها اليوم، ناخذ الفقرة كلها وما منخلص. نحن جدا سعيدين لوجودك معنا اليوم. رح نحكي عن كل هيدي الأمور، ورح نحكي خصصنا هذه الفقرة عن عرضك الجديد الميثولوجي بعنوان كابريكورن أو لماذا لست محظوظا. ولكن بالبداية خليني بلش معك عن مسيرتك، من وين ابتدى الأستاذ عبد الرحيم ووصولا إلى اليوم؟ هلا مسيرتي بحس كان كتير ختيار، بس أنا بعدني لا اسم الله عليك، بعدك بعدني صغير، بعدك شاب، بعدني صغير بس نعم. ما كتير صغير صبا بس العمر أنا كله. أنا درست مسرح، وهذا الشيء اللي كان كل حياتي بحلم إني أعمل فيه، يعني أشتغل فيه من أنا وصغير. ما كان عندي هدف أو حلم آخر إني أعمله بحياتي. فاشتغلت من سنة 99 بالمسرح. نعم. ابتداء اشتغلت مع جمعية شمس اللي أسسها الأستاذ رجاء عساف مع عصام بو خالد وحنان الحاج علي ومجموعة من المسرحيين اللبنانيين، لحديث ما صرت تقريبا معروف بال 2012 لما طلعت على التيفي ضمن برنامج اسمه شي ان ان على قناة الجديد. هو برنامج ساخر سياسي، بس كل هالوقت انا بعمل مسرح وبمثل بأفلام ومسلسلات. هذا بعدني بأول مسيرتي. اسم الله علي. اسم الله عليك، مسيرة بالعكس مسيرة طويلة وجميلة. ب 2012 تم إنتاج مسرحيتك على المسرح الإسكتلندي، خبرنا صحيح. عن هذه التجربة. هو بال 2000 يعني بال 2012 كانوا بالمسرح الوطني الإسكتلندي عم يبحث عن نصوص من الشرق الأوسط ليعرضها للجمهور. نعم. وكان المسرح في مسرح اسمه رويال كورت ثياتر بلندن، مسرح البلاط الملكي. كانوا اوريدي اجوا على لبنان وسوريا والأردن وتعرفوا على مجموعة من الكتاب المسرحيين. نعم. وطلبوا منهم انهم يكتبوا مسرحيات، وتم اختيار مسرحيتي. تم اختيار مسرحيتي، مش بس انا، كمان في نصين اخرين لأرزي خضر وطارق باشا. نعم. بس انا مسرحيتي اللي تم اختيارها انها تروح على اسكتلندا وتنعرض ب مسرح الوطني الاسكتلندي. نعم، فعلا شيء جميل جدا انه نسمع حضرتك عم بتشارك بهذا الشيء، وفخر كثير كبير لنا. خبرنا شوي عن العرض الجديد، ولا كنت خبرتنا انه عم بتعرضه من قبل؟ عم نعيد. ايه. عم بتعيده العرض الجديد كابريكورن او لماذا لست محظوظا. هلا رح نحكي شوي عن العنوان بعد شوي، ولكن خبرنا شوي عن هذا العرض. هو كفكره العرض، كان انا بالفترة الأخيرة صرت عم ركز كتير على فن الحكواتي. وكنت عم جرب أعمل عرض له علاقة بالقصص تبعول الأبراج. نحن بفن الحكواتي بنتعلم أنه في قصة وراء كل شيء طبعا. فكنت عم شوف الحيوانات أو المخلوقات اللي مثلا الجدي، الحوت، الحمل، مين هول الحيوانات اللي بالأبراج. نعم. ليه في حوت بالسماء؟ ليه في ثور بالسماء؟ من وين اجوا؟ يعني مثلا اكتشفت انه كلمه زودياك اللي بتعني الابراج. نعم. جاي من زو، يعني زو نحن بنفكر زو هي حديقه الحيوان. نعم. بس زو هو علم الحيوانات. نعم. زولوجي. فقلت بدي اعرف هول المخلوقات من وين اجوا، هول الاسماء الحدا. فعملت بحث كتير كبير
وبما اني انا من برج الجدي فهذا الشيء صار يفتح لي بواب على علامات استفهام، صرت احاول افهم اكثر نفسي ليش انا هيك. بتآمن بالابراج؟ بآمن بشخصيات الابراج. بتآمن إيه؟ ما بآمن بانه تبع الابراج تبع كل يوم. نعم. انه عزيزي إنو برج على شخصيه بس هيدا إيه شخصيه الابراج بآمن فيها. صح. حلو كثير. حضرتك بتقول بالعرض عمري 40 سنه وبعدني ما تجوزت ولا عندي بيت ولا حياه مستقره، شو السبب؟ هل هذا الشيء بسبب الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها فاستوحيت الموضوع أم يعني أوضاع سياسية؟ خبرنا شوي عن هو بالعرض بحط أنا بحط الحق على الأبراج، يعني بطلع بقول إنه أنا والله صار عمري حمستنا نحضر العرض وحمست. أنا بفتكر المشاهدين دايما اللي بيحضروا عالم الصباح كمان بحبوا يتشاركوا قصص خاصة بالأبراج، يعني هيك حمستنا أكيد نحضر هيدا العرض. كل العالم بتحب الأبراج لأنه هذا الشيء بيعبر عنهم، لأنه صحيح. نحن كلنا عنا شخصيات الأبراج. نعم. ولأنه في هيدي حكاية كمان، يعني هيدي قصة منحب نحكيها. فأنا هل كان للأزمة الاقتصادية دور ب أبدا؟ أنا بطلع بقول لا، ما خص الأزمة الاقتصادية ولا خص الأزمة السياسية بالبلد، الحق على الأبراج، حق على الكواكب هي اللي عم تدمر لي حياتي. هذا هاي فكرة العرض. إنه المشكلة مش فيي أو بالمجتمع، المشكلة بالأبراج. كل هيدا اللوم، كل هيدول الأزمات اللي عم نمرق فيها بسبب وبجيب قصص بجيب قصص من الأساطير لحاول أثبت إنه الحق على الأبراج مش الحق علي. نعم. نحن في عنا تريلر، إذا ممكن نشوفه سوا هلأ. كان يا مكان، كان في جدي اسمه بريكوس. بريكوس كان عنده القدرة على التحكم بالزمن لقدام ولورا، ومع انه كان عنده القدرة على التحكم بالزمن بس ما كان محظوظ ابدا. كابريكون، او لماذا لست محظوظا؟ عرض حكواتي ميثيولوجي مع عبد الرحيم العوجي. برأيك أستاذ، برأيك اليوم أي متى بيقدر الكاتب يكتب مقاطع سخرية نوعا ما؟ هل في أشياء بيقدر يكتشف أنه بيقدر يكتب منها هيدا المقاطع؟ أو حضرتك مثلا بتكتب من وين يعني بتبني أفكارك؟ هلأ إذا بدنا نحكي على السخرية. نعم. السخرية هو يعني بمعنى الانتقاد، لما الإنسان بيشوف شيء غلط بالمجتمع أو بالحياة وبيسخر منه كمحاولة لإصلاحه. هلأ في مفهوم خاطئ دايماً انه يعني انه الكتاب الكوميدي سهله، وانه اللي بيكتبوا سخري وكوميديين حياتهم هي سهله، بس دائما في الممثل العظيم روبن ويليامز اللي انتحر مع انه ممثل كوميدي وكل افلامه عظيمه. نعم. بيقول انه نحن الكوميديين نحن اكثر ناس بنعرف قديش صعب الحزن. طبعا اكيد. مشان هيك بنحاول انه نخلي الناس ما تحس فيه. نعم. يعني احنا بنحاول نضحك الناس لانه احنا اكثر ناس بتعرف قديش الحزن سيء وصعب. فالكتاب الساخره او الكتاب الكوميديه ناتجه عن هيدا الموضوع. نعم. وناتجه عن معرفتنا تماما بهيدا الواقع، وناتجه عن ثقافه وتراكم وخبرة لتقدري فعلا تعري الواقع وتسخري منه. وخاصة برج الجدي أستاذ عبد الرحيم، يمكن كمان أكثر هو معروف عنه. نعم. صحيح معروف عنه. اليوم نحن في عصر التكنولوجيا والسينما والتلفزيون، وكان الحكواتي هو أسلوب قديم. صح. قد ايه عم يكون في تفاعل، قد ايه عم يكون في تفاعل للمسرح بعصر التكنولوجيا؟
التفاعل جدا. في شغلة مثلا خلينا نخبر خبر الناس انه الحكواتي كان اول مسلسل ببلادنا، لانه كان الحكواتي يقعد بالقهوه يخبر القصه صحيح. ويوصل لمحل كتير هيك في اثاره يوقف صحيح. حتى العالم تيجي ثاني يوم يحضروا. ففن الحكواتي هو فن اصلي يعني موجود جواتنا، كلنا عنا الرغبه انه نحكي قصة، وكلنا عنا الرغبة انه نسمع، يعني كلنا صحيح. عنا هيدا الشيء، كلنا بس كلنا عبالنا انه تعوا خبركم شو صار معي اليوم صحيح. كلنا حكواتية صغار، فهيدا الفن مستحيل يموت، حتى لما حل محله التيفي او المسلسلات بالنهاية هو الحكاية هو القصص صحيح طبعا. هو نفس طبعًا. نفس الشيء اللي كان يعمله الحكواتي نعم. انما صارت غير بدائل. هلا رجع هيدا الفن لانه صار في حاجة لهيدا التماس الإنساني نعم. يعني هيدي الرغبة بإني أقعد وإسمع مثل لما كنت أنا صغير وإسمع لستي أو لأمي طبعاً. عم يحكولنا قصة. والقصة عندها شغلة بسموها التماهي. التماهي هو لما الإنسان بحس حاله بطل هيدي القصة. التماهي كتير صعب مع المسلسلات إلا بحالة الحب، يعني كلنا منلاقي حالنا أنه يا ريت أنا بطل المسلسل وهالبنت الحلوة بتحبني أو العكس. بس بباقي القصص الإنسان لما بيسمع القصة بيتماهى معه، بحس حاله أنه هو البطل اللي بيعمل هول الإنجازات واللي بيحقق الأشياء. اليوم أدي برأيك مهم الحكايات للصغار والكبار، يعني أنا مثلا من محبين الحكايات ودائما هيك بتخدني القصص يعني الستوريز بشكل عام بياخذوني لمحلات يعني بنسوني امور معينه. قد ايه مهمه للاطفال وللكبار؟ القصص مهمه جدا للاطفال. في قول عن اينشتاين بيقول انه الخيال اهم ب100 مره من الذكاء صحيح، لانه نحن اخترعنا السياره لانه تخيلناها مش لانه نحن اذكياء، احتاجنا للذكاء حتى نخترع السيارة صحيح. بس لو ما اجى حدا تخيل السيارة ما كنا قدرنا نخترعها. فالقصص كتير مهمة للأطفال حتى يشجعوا الخيال نعم. وأنا عندي مشكلة مع نوعية القصص الجديدة للأطفال، كتير صايرين نشرات أخبار لأنه بيعتقدوا العالم أنه القصة لازم يكون في من وراها عظة أو درس، مش مزبوط. القصة هي الدرس القصة لو شو ما كانت الدرس موجود جواتها والطفل لحاله بيفهمها بدون ما أنا أقول له ما لازم نكب الورقة هون بدنا نكبها هون صحيح. فلازم نرجع للقصص، لازم حتى بالمدرسة، لأنه بالمدرسة بيقروا لهم قصص ما فيها هالقد مغامرات، بالعكس لازم نرجع للقصص الخيالية لأنه هيدا بيساعدهم ليكونوا أذكياء. فالقصص مهمة للصغار والكبار لأنه هي جزء منا. يعني أستاذ عبد الرحيم خبرني وين عم يتم عرض الكابريكورن أو لماذا لست محظوظا؟ العرض بمسرح فتح جديد بالأشرفية اسمه ديستريك 7 تقريبا حد سينما صوفي اللي بيعرف المكان. مسرح ما صار له سنة، هو مسرح علبة يعني مسرح صغير، وهذا شيء مناسب للعرض لأنه العرض حميم يعني هو بعده بحكي مع الناس. نعم، هل عم بيكون في حضور قبول؟ العالم اليوم بتحب المسرح. في قبول جيد جدا. أنا ما بعرف إذا قلت بس هذا العرض صار له سنتين عم ينعرض. نعم. من سنتين لما بلشت عملت بس عرضين لأنه كنت حابب شوف رد فعل الجمهور كيف حيكون على عرض ما في بقلبه إلا حكي بس العالم حبت الموضوع كتير والعالم بتحب الأبراج وبنقوا علي كل الوقت إنه يلا أمتين حتعمل عن القوس وعن الحمل وعن وبقول لهم أنا صعب لأنه هذا العرض مبني علي أنا بعرف الجدي فبعرف أحكي قصته، لازم حدا تاني لازم يحكي عن غير ابراج صحيح. طيب استاذ عبد الرحيم انا وياك كنا عم نحكي قد ايه مهم المسرح والتمثيل بتكوين الذات والمصارحه، شخص يتصارح مع نفسه صح. خبرنا شوي اكثر حسب خبرتك
بهذا المجال. كنت عم بقول لك انه انا دائما بيسالوني اذا بيروحوا بيدرسوا مسرح لانه ما في شغل، او في هيدي الجمله تبع انه المسرح ما بيطعمي خبز. وانا بقول لهم الخبز بنصح اساسا، لشو بكون تاكلوا خبز؟ كيلو سلطه. فانه دائما في هالفكره، بس انا دائما بقول اي شيء بتحبه بيطعميك خبز. نعم. وانا بالنسبه لي حتى لو ما اشتغلت بالمسرح ضروري تتعلم مسرح، لانه بيعلمك تتصالح مع نفسك ومع جسدك. نحن بنربى وفي عنا كتير عوائق والعلاقة بالتربية هي كتير بتحدنا. فالمسرح بيساعدنا انه نتخطاها حتى لو ما اشتغلنا على مسرح. صحيح. المسرح بيساعدنا نطلع قدام العالم نحكي، انه نبتكر، بيعزز كتير اشياء، ما ضروري تمثل يعني. شو رأيك نعمل مقطع صغير من العرض؟ هلا بما انه شفنا صورة بريكوس، ضلني قاعد ولا بوقف ولا شو بدكم اعمل؟ مدام سلام بنضلنا مثل ما بتحب. لكن حضلني قاعد عشان ما هذا. ف شو بدك؟ قل لي شو بدك اعمل؟ رح بوقف عشان ما يوقع الميكروفون. يلا. ف بقصة الأبراج دائما بدنا نعرف هول الحيوانات من وين إجوا، كيف وصلوا على السماء. بقصة برج الجدي في بريكوس. بريكوس هو كابريكورن. كابريكورن يعني نصه معزاية ونصه سمكة، وهو عايش بالبحر. وبريكوس كان عنده القدرة على التحكم بالزمن، يعني بيقدر يرجع الزمن لقدام ولورا. وبريكوس كان عنده اولاد، كل الجديان اللي بالمي هن اولاده، وكان يحبهم كثير ويحب انه يرجع على البيت ويحكي معهم. بس بيوم من الايام بيرجع على البيت وما بيلاقي اولاده. بفتش عليهم شمال يمين ما بيلاقيهم، شو بده يعمل؟ بيروح عند كرونوس. كرونوس هو اله الزمن، بيقول له يا كرونوس ساعدني ما عم بلاقي اولاده. قال له روح، انا اله الزمن، انا فيني اتفرج هلا شو صار خلال النهار وبقول لك وين اولادك. كرونوس بيطلع على اليوم مثل كأنه فيديو، بشوف ولاده لما ظهروا من البيت. ولاده لبريكوس كانوا عم يلعبوا قدام البيت، فجأة بيلاقوا ضوء حلو كتير، فبيسبحوا تجاه الضوء لحديث ما يوصلوا على اليابسة الأرض. كانوا أول مرة بيشوفوا الأرض، ياي شو حلوة. فبيقولوا بما أنه وصلنا على الأرض خلينا نكتشفها. وباللحظة اللي بيحطوا زعانفهم على الأرض، زعانفهم تتحول لأقدام وبيصيروا حيوان برج الجدي، حيوان الجدي المعزاية اللي نحن نعرفه. يا الله يا كرونوس شو بدي أعمل؟ أولادي تركوني وفلوا. قالوا أنت عندك القدرة على التحكم بالزمن، رجع الزمن للحظة اللي أولادك تركوا فيها البيت واحكي معهم. والله بريكوس فب 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 بيرجع الزمن وولاده، وبيقول لهم يا بابا ممنوع تظهروا من البيت. بهيدا النهار بيمشي الحال، بس تاني يوم بيرجع بريكوس على البيت وما بيلاقي ولاده. فب 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 بيرجع الزمن وولاده وبيقول لهم ليكم بكسلكم زعانفكم اذا بتطلعوا من البيت. بهيدا النهار بيمشي الحال، بس تاني يوم بيرجع بريكوس على البيت وما بيلاقي ولاده. وهيك كل ما بريكوس كان يلاقي طريقة ليحبس ولاده، كان ولاده يلاقوا طريقة ليهربوا. هيك لحديث ما تدخل كرونوس وقال له لك خلص بلا تيسنة، معروف انه برج الجدي تيس، بلا تيسنة، لو شو ما عملت ما فيك توقف بطريق ولادك. بيقول له بس انا ما فيني عيش بولادي، انا بزعل كتير، شو بدي اعمل؟ فكرونوس بيقول له انا عندي الحل، لحولك لمجموعة من النجوم وحطك فوق بالسماء فوق الارض. من فوق فيك تشوف ولادك وين ما كانوا على الأرض، ومش بس هن، ولادهم وولاد ولادهم، لأنك رح تبقى بهيدا السما لأبد الآبدين. بريكوس بينبسط، كرونوس بيحوله لمجموعة من النجوم وبيحطه بالسما فوق الأرض، وهيك بصير عنا مجموعة برج الجدي بالسما. واو.
يعني فعلا كلنا تأثرنا، حتى الشباب كتير حلو كتير شيء، يعني أنا كنت كل الوقت عم بتسمع ومحمسة، وعن جد شيء بشوق أنه شيء كتير حلو. يلا جيب الشباب وتعوا بتسعى الشهر. لازم الكل فعلا الكل كل المشاهدين يجوا يحضروا هيدا العرض، وخاصة لمحبين الأبراج ومحبين القصص الفرد والخيال. طبعا نحن خلصنا لليوم، في شيء بتحب نضيفه قبل ما نختم؟ لا أنا بس بحب أتشكركم، وبحب أقول أي حدا في عندي صديقة حضرت العرض وبتقول أنه لازم كل الأبراج يحضروا هذا العرض ليشوفوا أنه كلهم مش محظوظين، أنه كلهم بيصير معهم نفس الأشياء، فأنا بدعي الكل أنه يحضروا العرض. نحن بنتمنى الحظ لكل العالم أكيد. نحن بنتشكر حضورك أستاذ عبد الرحيم. مشاهدينا نحن بدنا نختم هذه الحلقة اليوم، ولكن ترقبونا بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. باي باي.